بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي طلاب وطلبة الصف الخامس الابتدائي، سوف نعرض على حضراتكم اليوم درسا من دروس اللغة العربية، وهو نص قرآني بعنوان سليمان والهدهد. القرآن الكريم يزخر بالقصص الكثيرة لكي نستفيد منها ونأخذ منها العبر التي تفيدنا في حياتنا. واليوم سوف نعرض قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد. تعالوا بنا نستمع إلى الآيات. استمعنا إلى الآيات سويا من سورة النمل، الآية 20 حتى الآية 26. دعا سليمان عليه السلام ربه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كان ذلك دعاء سيدنا سليمان عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله دعاءه وأكرم سليمان عليه السلام وأعطاه العلم والملك والنبوة، وسخر له الإنس والجن والطيور والوحوش يعملون له ما يشاء. وعلم الله سبحانه وتعالى سليمان لغة الطير ولغة الحيوانات، وهذه قصته المشهورة مع الهدهد. تعالوا بنا سويا نعرف ماذا جاء في هذه القصة وما نستفيد منها. في الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان عليه السلام كان ملكا يحكم بالعدل والحكمة والقوة، وكان سليمان عليه السلام يتابع جنوده ويتفقدهم ويجتمع بهم كل يوم. فذات يوم اكتشف سليمان عليه السلام عندما كان يتفقد الطير، اكتشف غياب الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. غاب الهدهد ولم يأخذ الإذن من سليمان ولم يخبره بغيابه، فغضب سليمان عليه السلام غضبا شديدا وأكد على أنه سوف يجازي الهدهد حتى يأتي، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حكم سليمان عليه السلام على الهدهد بأن يعذبه عذابا شديدا، وعذاب الهدهد سوف يكون أن ينتف سليمان عليه السلام ريشه ويتركه حتى يموت. كان الحكم الآخر على الهدهد: أو لأذبحنه أو ليقتلنه.
في حالة واحدة سوف يعفو سليمان عن الهدهد إذا جاءه بحجة بينة تبرر سبب غيابه. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فسليمان عليه السلام لم يتأخر عليه الهدهد زمنا طويلا، وجاء بعد مدة قصيرة، وأخبر سليمان عليه السلام أنه عرف أمرا عظيما. هذا الأمر هو الذي جعله يتأخر ويغيب عن المملكة. قال الهدهد لسليمان: برغم أنه طائر صغير إلا أنه يقول أمام سليمان الملك: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد عندما طار إلى مملكة اليمن، وكان تحديدا عند مدينة سبأ، جاء من هناك بخبر يقين. وكلمة نبأ قالها الهدهد ولم يقل خبر، فالخبر يحتمل الصدق والكذب، أما النبأ فهو الأمر الغريب الذي لا شك فيه، مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم هو يوم القيامة، فالنبأ هو الأمر الغريب العجيب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما هو الخبر العجيب يا هدهد؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بدأ الهدهد يشوق سليمان ويخبره بهذا الخبر الأكيد، أنه وجد امرأة، كانت هذه المرأة اسمها بلقيس، وهذه المرأة هي ملكة سبأ وقد ورثت الحكم عن أبيها. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بدأ الهدهد يبرر لسليمان ويوضح له ملكة سبأ والنعيم العظيم ووفرة الترف الذي تعيش فيه، أنها أوتيت من كل نعيم الدنيا، بالإضافة إلى ذلك أن لها عرش عظيم. العرش الذي كانت تجلس عليه بلقيس كان عرشا عظيما بالنسبة لعروش ملوك الأرض، كان كبيرا جدا، كان مرصعا باللؤلؤ والجواهر والدرر، كان مختلفا عن باقي العروش. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هنا المشكلة الكبرى، أن الهدهد اكتشف أو تعجب ورأى أن ملكة بلقيس وقومها أنهم يعبدون الشمس من دون الله. هؤلاء الناس، هؤلاء القوم، كانوا لا يعبدون الله وكانوا يعبدون الشمس. الذي أغواهم إلى ذلك هو الشيطان الذي زين وحسن لهم أعمالهم التي كانوا يعملونها، وحببهم فيها وبعدهم عن طريق الله وعبادة الله ووحدانية الله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. كل ذلك حتى لا يسجدون لله، وهو سبحانه وتعالى الذي يخرج المطر وينزل المطر من السماء ويخرج النبات من الأرض، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبودية وحده دون الشمس. وهذا اعتراف وإقرار من الهدهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. في وصفه للعرش لله سبحانه وتعالى قال: رب العرش العظيم، فبدأ بالتعريف لتعظيم ملك الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا سويا نستخدم ونتعرف على بعض المفردات التي وردت في النص. في الآية الأولى مثلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. كلمة تفقد أي
تقلبه عند غيبته أو بحث وفتش عن المفقود. إذن فتفقد أي تقلبه عند غيبته، ومضادها ترك أو أهمل. الطير مفرد للطيور، المفرد الطائر. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كلمة الهدهد جمعها الهدائد أو الهداهيد. أم كان من الغائبين، كلمة الغائبين مضادها الحاضرين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كلمة يأتيني أي يجيئني، سلطان مبين أي حجة بينة. وكلمة سلطان جمعها سلاطين، وكلمة مبين مضادها خفي. فمكث غير بعيد، مكث أي بقى وأقام، ومضادها هجر. فمكث غير بعيد، غير أي دون، وكلمة بعيد مضادها قريب. فقال أحط بما لم تحط به، كلمة أحط أي علمت ومضادها جهلت. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كلمة نبأ معناها أي خبر، وجمعها أنباء. وكلمة يقين أي لا شك فيه، والمراد منها أي صادق، ومضادها شك. إني وجدت امرأة تملكهم، كلمة امرأة جمعها نساء، وتملكهم أي تحكمهم. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، كلمة شيء جمعها أشياء. وكلمة عرش أي ملك، وجمع كلمة عرش عروش أو أعراش. وكلمة عظيم مضادها حقير، وجمعها عظماء. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، كلمة قوم جمعها أقوام، وكلمة الشمس جمعها الشموس. من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين أي جمل وحسن، ومضادها قبح وأغوى، وعفوا ومضادها قبح. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان جمعها الشياطين، وأعمال مفردها عمل. فصدهم عن السبيل، كلمة صدهم أي منعهم، ومضادها رغبهم أو حبب إليهم. والسبيل أي الطريق، وجمعها السبل أو الأسبلة. فهم لا يهتدون، يهتدون فهم لا يهتدون، يهتدون أي يرشدون، ومضادها يضلون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر، كلمة الخبر أي المخبوء والمستور. والخبر هو المطر من السماء والنبات من الأرض. السماوات والأرض، السماوات جمع مفرده السماء، والأرض جمعها الأراضي أو الأرضون والأرضين. ويعلم مضادها يجهل، ما تخفون وما تعلنون، فهما بينهما تضاد، تخفون مضادها تعلنون، وكلمة تعلنون أي تظهرون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وكلمة رب جمعها أرباب وربوب. هذا ما طاع من لغويات على النص. تعالوا بنا نتذوق مواطن الجمال في الآيات. في الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، وتفقد الطير في الآية، وتفقد الطير، فهذا تعبير جميل يدل على حرص سيدنا سليمان وحسن قيادته، فهو بنفسه يتفقد ويفتش عن الطير، فهذا تعبير جميل يدل على حرص سيدنا سليمان وحسن قيادته. فقال ما لي لا أرى الهدهد، آية
جملة مالي لا أرى الهدهد. هذا أسلوب استفهام الغرض منه التعجب. أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. لأعذبنه تعبير جميل يبين غضب سيدنا سليمان ويؤكد باللام ويؤكد على مجازاة الهدهد وتعذيبه. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ليأتيني بسلطان مبين تعبير جميل يبين عفو سيدنا سليمان عن الهدهد إذا جاء بحجة بينة. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم. إني وجدت امرأة تملكهم أسلوب مؤكد بإن. وأوتيت من كل شيء. وأوتيت من كل شيء تعبير جميل يدل على وفرة النعيم الذي كانت فيه ملكة بلقيس وأن مملكتها كانت عظيمة. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم وفي الآية يسجدون للشمس من دون الله تعبير يدل على كفر قوم ملكة بلقيس. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في الجملة. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ كذلك أسلوب استفهام غرض التعجب. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. جملة الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض تعبير جميل يدل على قدرة الله على إنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض. والسماوات والأرض كلمتان بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. كذلك تخفون وتعلنون بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. أخيرا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تعبير جميل يدل على قدرة الله وإقرار الهدهد بوحدانية الله. هذا وسنطرح بعض الأسئلة التي يمكن أن تطرح على النص. ففي الآية الأولى إذا سألنا مثلا ماذا اكتشف سليمان عليه السلام؟ الإجابة ستكون اكتشف سليمان عليه السلام غياب الهدهد. بما حكم سليمان على الهدهد؟ الإجابة سوف يعذبه عذابا شديدا أو يذبحنه. سؤال آخر متى يعفو سليمان عن الهدهد؟ الإجابة إذا جاء بحجة بينة. ماذا كان يعبد قوم ملكة سبأ؟ الإجابة كانوا يعبدون الشمس. وأخيرا بما أقر الهدهد؟ أقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى الدعاء الذي دعا سليمان عليه السلام به ربه سبحانه وتعالى كان دعاء بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا ما طرأ على النص من لغويات ومواطن جمال. فالآيات ترشدنا إلى أولا إعطاء الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان العلم والملك والنبوة. ترشدنا الآيات أيضا إلى حرص سيدنا سليمان على تفقد الجنود وحسن قيادته لهم. الآيات ترشدنا إلى حكمة سيدنا سليمان عليه السلام. ثم أيضا ترشدنا الآيات إلى الملك العظيم الذي كانت فيه ملكة سبأ. أيضا عبادة قوم سبأ ملكة سبأ للشمس. ثم أخيرا قدرة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض. تعالوا بنا سويا
نتطلع إلى اللغويات وما ترشدنا إليه الآيات ومواطن الجمال التي سبق شرحها. اللغويات الآيات ومواطن الجمال في نهاية درسنا اليوم. أتمنى أن يكون قد وفقني الله تعالى وقد استفدتم جميعا بما تم عرضه. شكرا لكم أعزائي طلاب وطلبة الصف الخامس الابتدائي. أتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.